السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد عمرو من قناتكم Egyptian Cars. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش توقف الفيديو وتنزل تدوس على زرار الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لعالم السيارات في مصر وفي العالم كله. النهاردة هنتكلم عن الجيل الجديد من نيسان كاشكاي موديل 2022. طبعا العربية لسه ما نزلتش بشكل رسمي، لكن نيسان نزلت صور تشويقية للعربية ونزلت أهم الحاجات اللي ممكن تتغير في العربية. اول حاجة حابب اتكلم عنها وهو اصلا تاريخ نيسان كاشكاي. نيسان كاشكاي ليها دلوقتي اللي موجود حاليا في السوق هو الجيل الثاني. الجيل ده بدأ من 2014 واستطاع ان هو في اوروبا فقط يتجاوز مبيعاته 3 مليون نسخة. دلوقتي هنتكلم عن اهم الاختلافات ما بين الجيل الحالي والجيل الجديد. اول حاجة ممكن نتكلم عليها وهي قاعدة البناء او قاعدة العجلات. العربية دلوقتي بقى فيها 50% صلب اكتر من الجيل الحالي، وبرضه في نفس الوقت بقى فيها قوة وصلادة اكبر بكتيرة جدا، وكل ده هيديها ثبات على الطريق وفي نفس الوقت خففت من الوزن. طبعا هتقول لي ازاي نيسان خففت من الوزن وفي نفس الوقت انت بتقول ان هي زودت نسبة الصلب وزودت قوة العربية؟ لعبت على الابواب والشنط، خلت الخامات الومنيوم بحيث تديها خفة في الوزن وفي نفس الوقت قوة وصلابة، وفي نفس الوقت الومنيوم بمعيار معين عشان برضو العربية ما تبقاش خفيفة قوي، يبقى برضو في المعقول. فقدرت ان هي لحد دلوقتي تخفف 60 كيلو من وزن العربية واكسبها صلابة اكتر بنسبة 41% من الجيل الحالي. ده كان بالنسبة للتغيير في الشاسيه أو قاعدة البناء. نيجي بقى لأهم حاجة في العربية وهي نظام التعليق الجديد بتاعها. بص يا سيدي، قبل بس ما أتكلم عن نظام التعليق أنا حابب أقولك إن العربية دي هتيجي بخيارين للمواتير. خيار أولاني وهو يبقى موتور 1300 سي سي تيربو وجاي معاه منظومة هجينة للحركة، يا إما موتور تاني أو منظومة تانية وهو يبقى 1300 سي سي تيربو فقط وليس هجين. عشان برضه تبقى عارف كل واحد في الاتنين دول ليه خيارين تانيين، الا وهو نظام الجر او نظام الدفع بتاع العجلات. كل واحد فيهم يبقى ليه نظامين، او النظام هو الدفع امامي للعجلات، وده هيجي بنظام تعليق خلفي من شركة تورشن بيم وتعليق امامي من ماك فيرسون، وفي عجلات بقياس 19 بوصة، وطبعا ده بالنسبة للجر الامامي للعجلات. اما بالنسبة للجر كل العجلات هيبقى هو هو، لكن اختلاف في انظمة التعليق الخلفية هتبقى مالتي لينك وعجلات قياس 20 بوصة بدل 19. ده كان بالنسبة لموتور العربية وبالنسبة لأنظمة التعليق بتاعها وأنظمة الجر. نيجي بقى لأهم الحاجات اللي اتغيرت في التكنولوجيا بتاعة العربية، وأكتر حاجتين أنا شايفهم الصراحة مهمين هي كشافات الليد الذكية وفي نفس الوقت نظام المساعدة في القيادة. نظام المساعدة في القيادة اللي هو اسمه برو بايلوت، النظام ده بيتحكم في العربية بالكامل، وطبعا في أوروبا هينزل أوتو بايلوت بالكامل، يعني العربية هتمشي نفسها بنفسها بدون ما أنت تتدخل، لكن غالبا اللي هينزل لنا مصر هيبقى أكتيف لين أسيست، الا وهو ان لما تيجي تخرج من المسار العربيه هتديك اول حاجه تنبيه، ما انتبهتش العربيه هترجع نفسها اوتوماتيك للمسار عشان تتفادى اي خبطه او اي حادثه لا قدر الله. ده كان بالنسبه لاهم التكنولوجيا اللي اتغيرت في انظمه القياده. وطبعا من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها اتغيرت الا وهي العدادات، وطبعا كل ده حضراتكم هتشوفوه في الصور اللي انا هنزلها في الفيديو، ان العدادات بقت ديجيتال بالكامل وما بقتش انالوج زي الاول. فده كان بالنسبه للاختلافات اللي حصلت للعدادات. وبرضه الفتيس شكله اتغير، ما بقاش عصايه زي دلوقتي، غالبا هيبقى زي فتايس بي ام دبليو مرسيدس او شيفت باي واير زي اللي شفناه في السكودا الاوكتافيا الجديده. وبرضه في نفس الوقت الشاشه تاتش والنظام المعلوماتي هيبقى جداد بالكامل عكس الموجود حاليا نهائي. نيجي بقى لكشافات الليد الجديده. هتقول لي ما الجيل الحالي برضه فيه ليد؟ هقول لك اه، بس ليد عن ليد يفرق. هتقول لي يعني ايه ليد عن ليد يفرق؟ بص يا سيدي، الجيل الحالي ليد بس ليد عادي جدا، لكن الجيل الجديد هيبقى ليد ذكي. يعني من الاخر كل ما تيجي تلف في الملفات الاشارات او العربيه الاضاءه بتاعتها هتحود معاك يمين وشمال عشان تديك نسبه سطوع اكتر ورؤيه احسن للطريق. وفي نفس الوقت لو انت على طريق سريع وجاي الناحيه التانية حد معاكس، العربيه فيها رادار هيلمح حاجه زي كده او هيقرا ان حد الناحيه التانية جاي معاكس، فهيوطي الاضاءه شويه لناحيه الارض عشان ما يضايقش اللي جاي معاكس او يخليه مش شايف الطريق. ده كان بالنسبه لكشافات الليد الذكيه. ده كان بالنسبه لاهم الحاجات اللي نيسان اعلنت عنها بالنسبه للعربيه كتكنولوجيا او مواتير او غيره. كل ده برضه لسه هنعرف اكتر منه بكتير جدا لما العربيه تنزل بشكل رسمي، لان احنا لحد النهارده لسه العربيه ما نزلتش بشكل رسمي للعالم كله. ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته.